صباح الخير من جديد. بفقرة التغذية اليوم أكيد رح نحكي عن فوائد البتنجان والكوسة واليقطين والقرع، رح نحكي كمان كيف ممكن نفرز البتنجان، شو الطريقة الصح بتفريز البتنجان مع ربا مشربش أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك يا ربا. أهلا بندك، كيفك؟ تمام الحمد لله. أهلا بيكي. قبل ما نحكي عن تفريز البتنجان حابة نحكي شوي عن فوائده. هلا في عنا كتير أنواع بتنجان، أنا جايبة نوعين، بتلاحظي في البتنجان الكبيرة السوداء وفي البتنجان الصغير، حتى في ببلاد برا أنواع بتنجان تانية بألوان مختلفة، في حتى واحد لونه أحمر. هلا البتنجان فيه فوائد كتيرة وبتميز شوي عن الكوسة. بيميز البتنجان اللي هي القشرة الخارجية، في عنا مواد بنسميهم فينوليك كومباوندز أو مواد مضادة للأكسدة موجودة بالقشرة، وهاي المواد الموجودة اللي هي المواد مضادة للأكسدة كتير بتحمي الخلايا من كتير من الأمراض، نقدر نحكي كمان من بعض أنواع السرطانات، وممكن إنها تحمي الخلايا من إذا نحكي الهجوم اللي بيجي بنسميهم المواد الضارة اللي بنسميها الفري راديكلز. فبالتالي كتير بنصح إنه لما ناخد البتنجان ناخده مع القشرة. بالضبط مع القشرة. غير هيك إنه في عنا نسبة ألياف عالية، في عنا بعض المعادن زي الفوليك أسيد، سوري هذا فيتامين الفوليك أسيد الضروري لاستجدات الحوامل بأول أشهر من الحمل، في عنا البوتاسيوم برضه بنسبة عالية، وفي عنا معدن المغنيسيوم اللي هي ضروري لتكون العظام، بدخل في تركيب العظام. حلو. ففي عنا فوائد كتير. في كتير أشخاص بحبوا يأكلوا البتنجان ناي مع القشرة. ناي في ناس بياكلوا مع القشرة. أنو أحسن فائدة إله؟ الواحد يأكله ناي ولا مطبوخ؟ نفس الشيء، بس طبعا هو طعمه مطبوخ، حتى لو شوي صغيرة مشوي أو مسلوق شوي بيعطي أسهل لعملية الهضم وأسهل لأنه تتقبلي بالوصفاتك وأكلاتك. وقيمته الغذائية إذا انطبخ أو انقلى أو انسلق يعني ما بيأثر أبدا أو ما بتخف؟ هلا بالقلي بصفي بيختلف، هلا سعرات الحرارية كتير قليلة، يعني بتنجان وكوسة وقرع ويقطين. البتنجان تقريبا الحصة الواحدة يعني ما بتوصل ل 20 سعرة حرارية، فتخيلي قد ايه قليلة بالسعرات الحرارية، بس لما نيجي نقلي ممكن تزيدي انت على ال 20 سعرة حرارية 100 سعرة او 120 سعرة حرارية، كمية قليلة. فبرضه يعني غير انه بنمتص كمية كبيرة من الزيت، فاحنا في ناس بحبوه مقلي يعني يقطعوه ويقلوه، بس هاي الطريقة ممكن نفس الشيء انه احنا بنرشه بملح. ليش بنرشه بملح؟ لأنه اصلا فيه نوع من المرارة، فانت لما ترشيه بملح بيساعد انه نقيم شوي من المي والمراره، ممكن بعدين حتى تقدري تشطفيه او تقيم الملح عنه اذا ما بدك اياه يكون مالح. عاد في كثير اشخاص فكروا انه بتحط الملح يعني بالمي وتحط البتنجان بالملح ممكن يخفف من امتصاص الزيت لما بتقليه. لا هي ملي عشان المراره. عشان أكثر. المراره الزيت بتقدر تخفف من امتصاص البتنجان للزيت، انه الزيت يكون الحواصل للحراره صح، يعني ما يكون بارد دائم. حتى هاي مش بس تنطبق على البتنجان، على الدجاج او اي اكل بالقلي. اذا كان نفس الزيت اللي عم تقلي فيه بارد بيساعد انه الاغذيه تمتص كميه كتير اكبر من هاي. وممكن نعمل البتنجان نغلفه بطبقه، اذا بدك تخففي من كميه الزيت وتحافظي عليه ما يتشرب كميه زيت كتير كبيره، نغلفه بطبقه من البيض والقرشله وتقليه، فبصفي زي طعم بتحسي الدجاج المقرمش او كذا. بهي الطريقه انت بتحاولي انه البتنجان نفسه ما يمتص كميه كبيره من الزيت. حلو كتير. على اي حال انت محضرتي لنا ربا تقرير عن كيف ممكن نفرز او نفرز البتنجان بالفريزر، خلينا نشوف الطريقه الصحيحه لتفريز البتنجان بالفريزر، بنرجع منتابع الحديث مع ربا. صباح الخير. الباذنجان من الخضار اللي كتير مفيدة وبرضه قليلة بالسعرات الحرارية. الباذنجان فيه ألياف وبالتالي مناسب جدا للأشخاص اللي عندهم إمساك أو الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في السكري وغيرها. برضه غني بمعدن بنسميه المنغنيز وغني كمان بالفوليك أسيد. غير هيك الباذنجان فيه مواد مضادة للأكسدة ممكن تحمي من كتير من الأمراض، ولكن بدنا ننتبه إنه الباذنجان فيه أوكزاليت، ومادة الأوكزاليت ما بتكون يعني جيدة للأشخاص اللي عندهم حصوة كلى أو أي مشاكل في الكلى، لأنه في مادة الأوكزاليت مع الكالسيوم بتعمل لنا نوع من الحصوات، فبالتالي بدهم يقللوا من تناوله. مرات إحنا بنشتري الباذنجان الكبير وإذا ما استخدمناه
لازم نحطه بالثلاجة، نحفظه بالثلاجة من غير ما نغسله أو نقطعه، لأنه دغري راح يسود لونه. بس في حالة إحنا كان عندنا فائض أو اشترينا واحدة ولا ما بنقدر نطبخها هلأ، في عندي نصيحة اللي هي نقدر إحنا نفرز الباذنجان. كيف بنقدر نفرزه؟ أول إشي بدنا نعمله إنه نغسل الباذنجان كتير منيح، بدنا نقشره ونقطعه، بس لازم نشتغل كتير بسرعة لأنه الباذنجان دغري بيسود، لأنه لما يتعرض للأكسجين رح يتغير لونه. فشو بنعمل؟ بنحط طنجرة فيها مي وبنحط فيها عصير حبة ليمون ونخليه يغلي. لما نحسه يغلي بدنا نشتغل بسرعة، بدنا نقطع زي ما حكينا الباذنجان بعد ما نقشره، ونعمل عملية بنسميها البلانشينج اللي هو سلق الخفيف عشان يوقف عمل الأنزيمات اللي بتأدي لإسوداد لون الباذنجان. فمنقطعهم نسلقه لمدة 4 دقائق ولازم نوقتهم دغري نشتغل بسرعة. بعد هيك بدنا ننقل هذا الباذنجان لوعاء فيه مي وتلج عشان نوقف عملية الطهي اللي احنا عملناها، عشان ما تضله مستمر لأكثر من 4 دقائق. بعد هيك بعد ما ننشفهم كتير منيح، بنقيمهم من المي الباردة وبننشفهم منيح، بدنا نستخدم الأكياس الخاصة بالتفريز عشان بتكون أقوى من الأكياس العادية، وبدنا نزيل أي هواء موجود داخل الكيس. بنرتب شرائح الباذنجان فيها وبنقدر نفرزه لمدة شهر أو شهرين، ونستخدمه مرة تانية بأي وصفات، ممكن البابا غنوج أو المتبل، نقدر نطلعه من الفريزر ونستخدمه بوصفاتنا المعتادة. يعني ما بتغير ابدا طعمه حتى بعد لو طلعناه شهر او شهرين بالفريزر. هي اساس تفريز معظم الخضار. احنا العمليه اللي عملتها انا بنسميها احنا بلانشينج، هي كتير ضروريه. احنا بنسلق الخضار ماكسيمم ما بتوصل اكثر من 3 دقائق، من دقيقه لثلاث دقائق حسب نوع الخضار. الهدف منها انه احنا في عنا انزيمات في داخل الخضروات هي المسؤوله عن تغيير اللون، هي مسؤوله عن عمليه نضج الخضار. فاحنا بهاي العمليه لما تكون واصله لدرجه الغليان بنغير من تركيب هاي الانزيمات، بنعملها زي انه بنحطمها بتبطل تشتغل، فبالتالي بتقدر تحفظ الخضار لفتره كتير طويله. يعني الباذنجان زي ما فرزته انا بهاي الطريقه ممكن يقعد فتره 6 اشهر بالفريزر. وعادي لما تطوليه بدك تعملي بابا غنوج تقدري تشويه، بدك تقليه بتغلفيه زي ما حكيت قبل شوي ببيض وقرشله وتقليه. بدك مثلا هو اهم شيء الفائده ما بتروح، يعني الفائده لا ما بتروح. الفائده طبعا انت هيك بطريقه بتحفظي، اما نفس الباذنجان تحطيها بالفريزر طبعا ما راح يزبط. لاحظتك بالطريقه كيف انه حطيتي بمي او شيء، حطيتي مع المي ليمون او عصير ليمون. ليش الليمون؟ للباذنجان كتير احسن عشان يحافظ على اللون، يعني عشان ما يتغير اللون بعدين وتحسي انه لما تطلين الفريزر انه اسود، يحافظ على اللون بالضبط. للباذنجان، باقي الخضروات لا عادي ما في داعي، بس للباذنجان يفضل نحط عصير حبه ليمون مع المي اللي بتغلي، وزي ما حكيت قبل انه تكون سريعه عشان دغري الباذنجان انت تتركيه دقيقتين برا بسود، لانه بتفاعل الاكسجين اللي بالهواء مع الانزيمات اللي بنسميها اوكسيديتيف انزيمز اللي هم الانزيمات اللي بتتفاعل مع الاكسجين وبيؤدي لتغير اللون، نفس التفاعل اللي بيصير بالتفاح لما تقشريه او اي فواكه ثانيه. حلو كثير. هلا خلصنا هيك من الباذنجان، بس بنطلع يمكن على الباذنجان الحبه الصغيره كمان نفس الشيء، بتقدري تفرزيه كمان نفس الشيء اذا حابه تعملي اي شيء بدك اياه. كثير بدي اركز على شغله انه نفس ما احنا بنقلي الباذنجان نفس الطريقه اللي حكيت عليها، بنرش ملح، ممكن تدهنيها بشويه زيت زيتون وتشويها، يعني مش شرط انه احنا دائما ناكله مقلي. هي شغله تعويض فقط. يعني انا مثلا المقلوبه اي نوع من هدول الاكلات اللي بتحسي بدك باذنجان مقلي كثير سهل نفس الطريقه، تدهنيها بشويه زيت على الجهتين وتقلبيها، بيطلع عندك باذنجان مشوي وبتحضري مقلوبه اطباق ثانيه بطريقه كثير صحيه واخف سعره. طب والاشخاص اللي بيعملوا مكدوس في البيت نفس الطريقه كمان يحطوا له ملح؟ لما بحطوا الملح بنقعوا بالملح قبل ما يبلشوا بالمكدوس عشان برضه ما يتغير لونه؟ ما يتغير لونه، وعشان نخفف ما احنا من المرارة الموجوده فيها. بدي اركز على شغله، كثير مرات ستات بحبوا يروحوا يشتوا باذنجان، بيطلعوا على الباذنجان كل ما كانت كبيره كل ما كان احسن، بس بدي انبه على شغله انه كل ما كبرت كل ما زادت احتماليه تكون مراره فيها. فيعني نحاول نشتري الحجم الوسط. الوسط، وزي ما بتطلعي على الباذنجان في عندنا الغطاء والأرق
الاخضر اللي طالع منها. بدك تنتبهي لما نشتريها يكون اخضر، ما يكون ناشف، ما يكون جاي لون عبني، هذا بدل انها ادمت. وعلى فكره بننتبه كمان انه كثير مرات بتلاقي ديدان جوا الباذنجان، يعني ننتبه له انه مثلا لما نقطعها نطلع كثير منيح. انا مره كنت ابطلت الدوده جوا يعني، فهي دغري لازم نكبها، او بيكون في حفره داخل يعني حفرة. من برا مش منتبه الواحد لها لانها سوداء، فكثير ينتبهوا لها، ينتبهوا لانه بكون في حشرات. وما يحكوا انه باقي نصها وخلص، لا كلها ما تخلص منها. وبدي اركز كمان زي ما حكيت بالتقرير انه في ماده الاوكساليت للاشخاص اللي عندهم امراض كلى، حصوات بدهم يخففوا من الباذنجان لانه نسبه الاوكساليت فيه عاليه، فممكن تزيد من تراكم الحصوات او تكون الحصوات للاشخاص اللي عندهم حصوه او امراض كلى وغيرها. بس هدول الاشخاص اللي يخففوا من اكل الباذنجان، اي شيء ثاني ما في مشكله. بس زي ما حكي انا دائما بفضل انه يكون قد ما بنقدر ما يكون مقلي، يكون مشوي، ونحضره باي اطباق ثانيه بطريقه صحيه اللي هي طريقه الشوي. هي شغله ان الواحد يتناول الاطباق الصحيه تعويد، صح؟ كيف انت بتتعودي عليها مره مرتين خلاص بصير انه ما في مشكله من تناولها. خلينا نشوف اليقطين. اليقطين كمان نفس الطريقه، هذا القرع بسمه مرات يقطين او قرع. يقطين او قرع بيعملوا فيه. هلا الباذنجان بتميز عن القرع ونقدر نحكي الكوسه انه في عندنا المواد المضاده للاكسده، بس الباذنجان القرع والكوسه فيهم القرع نقدر نحكي او اليقطين فيه نسبه عاليه من الفيتامين اي الضروري للبشره، ضروري لصحه العينين. وبرضو السعرات أقل حتى من الباذنجان. نسبة الألياف فيه كتير عالية، الأشخاص اللي عندهم إمساك ولا إشي بس بنقطعه، ممكن بالمقلاي بشوية زيت نستعمله ليدبل وتتناولوه، أو حتى ممكن كتير نحضر سندويشات شوي غير عن المعتاد. إذا أنت قبل بيوم بتكوني على النار مقلبيته شوي صار طري، ندخله بالسندويشات، سندويشات الاطفال من غير ما يحسوا، ممكن تهرسيه تحطيه بين السندويشات. فيه حكينا الفيتامين اي، البوتاسيوم، الالياف الموجوده فيها برضه بنسبه عاليه موجوده فيه. مين الاشخاص الممنوعين من اكل القرع؟ لا بالنسبه للقرع والكوسه والهاي لا ما في حدا ابدا. اوكي، والكوسه نفس الشيء بينطبق على القرع؟ الكوسه السعرات الحراريه كثير قليله كمان بالكوسه، نفس الشيء عندنا فيتامين اي، الالياف لما نقدر ناخده بقشرته يفضل اكثر نسبة الألياف أعلى. نفس الشيء نطلع عليه كتير منيح، إذا حسينا بدأ يغمق اللون من هون أو إدمت أو بلش يصير أصفر، أصفر أو أي بقع أو أي إشي عليه أسود. مرات تلاقي كل ما إدم بتصارت الجلدة تتجعلك تحسين فورا نكبها، تخلص منها أبداً يعني. ما نخسر كتير من الفوائد، حتى لو بده يأشرها الواحد ويستفيد من اللي بداخل يعملها شوربة أو شيء طعمة من جوا ما رح يكون كتير، بتخسري فوائد يعني بتخسري فيتامينات. أنا كتير نصيحتي دائما نشتري على قد العيلة. أنا مرات بروح بشتري عيلتي قليلة مثلا، أو مرات مش دائما بناكل، ممكن يعني بالكيس أحط 4-5 حبات، ما فيش داعي إنه عشان الناس ما يحكوا إنه ما عم بش يعني. كل واحد يشتري على قد حاجته عشان ما تهدري الخضروات اللي عم تشتريها، إنه حرام تكبيها كمان. أو إذا عندك بسس أو حدا نحطهم نطعميهم إياه، بس حرام نكبهم، فبتشتري على قد انت احتياجاتك كثير احسن. في ذكرتيني شغله يا رندا على الباذنجان كثير مهم، والكوسه حتى قبل ما نستخدمها محشي. مره طنجره محشي مش عارفه وين مين اكلتها، انه انكبت كلها لانه مره. كثير ننتبه لما نطبخ. طب كيف الواحد يقدر يميز يعني يدقيها. وعمله بيبخر مثلا من لمش انت بتقيمي اللي فوق بتبين لحظتها ببين طعم المرارة. دوقيها اذا كانت باذنجانة او كوسة، دوقي لقمة صغيرة منها منيحة كملي حشي. طب الشكل ما بيأثر نهائيا؟ او ما بتقدر تميزي من ناحية الشكل؟ لا الطعم، بدك تدوقي الطعم بلاش تروح على الفاضي، التأويل على الفاضي. فكرتيني انا مرة نفس الشيء. والله بتروح لانه طعمها. مرة عند حماتي حتى حرام كانت عاملة صيني، فمقطعة الهاي كله مرمر، كله تكب إنه دجاج مع باقي الخضرة مع، فندوقها قبل ما ندخلها بالأطعمة. طب هيك ذكرتيني، في حالة إنه خلص الواحد صار تحت الأمر الواقع في عزومة وما في غير هاي الأكلة، شو ممكن يعمل حتى إنه يخفف من المرورة؟ ما بتعرفي؟ ما جربنا، ما يعني ما في طريقة تانية ممكن يزبط. يتصل بأقرب مطعم ممكن دليفري. أنا بعرف للملح، للملح اذا الاكل مالحه مثلا عندك باميه او ملوخيه بتحطي بطاطا وبندوره بس هاي المراره صعب كثير. طيب القرع الكبير
البامبكن كثير له فوائد، في ناس كثير ما بيعرفوا فوائده، والفوائد الاكثر موجوده بالبزر. البزر فيه نسبة عالية، يعني الأشخاص اللي عندهم بحبوا يلعبوا رياضة بدهم بروتين، الأشخاص اللي عندهم نقص حديد ونقص زنك للأظافر والشعر. بذور البامبكن أو اليقطين كتير مفيدة، في نسبة عالية من الحديد والزنك والبروتين، فممكن ناخدها ما ترموها، بتنشفوها كتير منيح، بتغسلوها بتنشفوها بصينية بتحمصوها بالفرن وكلوها. أي حدا عنده فقر دم ياخد بذور اليقطين، غير إنه ملمسها، غير إنه في عنا مادة الزيزانفل مفيدة لصحة العينين، عنا فيتامين A ونسبة الألياف عالية. والحلو فيه شوربات تقدر تستعمليه، حلو كب كيكس تقدر تستعمليها، الباي نعمل مرات باي من اليقطين تقدر تستعمليه، فاستخداماتها كتير كبيرة. طب البزر فيه له دهون ولا لا؟ يعني فيه دهون عالية؟ الدهون الغير مشبعة يعني اللي هي مفيدة، مفيدة لصحة القلب. يعني في الواحد يأكل قد ما بده، يعني عندك قلب عندك فقر دم عندك تقصاق شعر ضغط بفيد، بس بكميات معقولة، لأنه كمان الكمية فيها سعرات حرارية. وقديش الكمية يعني تقريبا؟ حفنة إيد، حفنة إيد يعني، بس فيها نسبة حديد عالية، يعني من الأغذية اللي فيها نسبة حديد عالية. فهلا موجود حتى طريقة شرائها، يعني الواحد كيف ينتبه بالنسبة لموضوع نفس الطريقة، إذا غير لونها شوي أو إذا كان نفس هاي، يعني هلا هاي هلا هاي إدبت شوي قديمة، هلا لازم نستهلكها بسرعة. طب لو يكون لونها كتير كتير أخضر. بني أو أقل. إذا كان أخضر أوكي. إذا كانت بني كتير أغمق من هيك خلاص بدت يكبها الواحد، يعني أو يستفيد من البذور تبعتها، أو نستخدمها، إنها نحاول ما نوصل لمرحلة إنه إدمت. قد ما نقدر نحاول يلا نستخدمها عشان تستفيدي، ما حكينا انه فيها فوائد كتير كبيره. استخداماتنا يمكن عندنا ببلدنا قليل، بمصر موجوده، ببلاد برا موجوده، بس اذا موجوده هلا، والحلو انها كبيره، هلا هي سعرها مثلا غالي شوي لانها بتوزن، بس ممكن تقسميها تستعمليها بعده اشياء للبيبيز كمان. طب اذا تقسمت وانفتحت ما يعني بدك تعملي وقتها بدك تقعدي بالمطبخ، بدك تكون مده صلاحيتها، بدك تعملي كب كيك وشوربه خلص كل شيء وصيني او اي شيء ثاني تستعمليها. على حال ربا مشربش بدنا نشكرك على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير. اهلا بيكي.